اهلا وسهلا بكم من جديد في ملفنا الاخير لهذا المساء. تمكن خبراء الرئاسه العامه للارصاد وحمايه البيئه من تنظيف 1500 متر من كورنيش جده وازاله التلوث الذي تعرضت له بعد سكب مجهولين مواد بتروليه في هذه المسافه. وفقا لصحيفه الوطن نقلا عن خبراء الرئاسه فان الماده الملوثه هي عباره عن زيوت محركات سيارات وان الرئاسه تعمل على معرفه المتسببين لاتخاذ ما يلزم بحقهم نظاما. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم لنا من استوديوهاتنا في جده الدكتور علي عشقي وهو استاذ علم البيئه بجامعه الملك عبد العزيز. واسمع زفره لعلها زفره الم على بحر جده. دكتور علي مساك الله بالخير. يا هلا علي. شكرا لحضورك معنا. دكتور يعني احنا يعني انبح حلقك وانبح حلقة هلا من زمان واحنا نتحدث عن المشاكل التلوث وعن من الجهة المسؤولة وكيف ممكن نحمي الحياة البحرية هناك وكيف ممكن نحافظ وإلى آخره، ولكن يبدو أن الأداء ليس على مستوى التطلعات. أولا ما يعني من الجهة التي تتحمل المتابعة والرقابة والعقاب، وما الأضرار التي يمكن أن تلحقها مثل هذه الممارسات على البيئة البحرية؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شوف علي، يعني حقيقة الواحد لا يعلو جهدا في الدفاع عن البيئة طالما الواحد فيه عرق ينبض زي ما نقوله. ال 150 كيلو اللي بتتكلم عليها جرية الوطن هذه ليست تلوث حسب ما اعتقد، ليست تلوث مصدره الارض وانما هو البحر. هذا ما يسميه ويطلق عليه ماء الالتزام من السفن التجارية وناقلات النفط. يعني السفن التجارية لما بتدخل من محيط البحر العرب والمحيط الهندي تملي في خزاناتها مياه عشان تحفظ توازنها. المياه هذه تختلط بما تبقى من الزيت، ولما يدخل عشان ياخذ الشحنة الجديدة من ينبع يفرغ ماء الاتزان هذا قبل لا يوصل ينبع. ماء الاتزان هذا يحتوي على 1% من الشحنة الأساسية المحمل اللي كانت محمل بها السفينة بالبترول. يعني لو كان حمولتها مثلا 100,000 برميل حيكون عندك 1% منها يعني 1000 برميل أو 10,000 برميل. 10,000 برميل هذا بتلقى في في البحر. أرامكو تدعي أن عندها ريسبشن فاسيليتيز اللي هي محطات استقبال لماء الاتزان. طب السفينة يا أرامكو لما تدخل عندك في الميناء فاضية ما تسألها تقول لها فين ماء الاتزان؟ فين وديتي؟ يعني في أمور بديهيات. يعني في دول العالم في الموانئ المصدرة للنفط عندهم أجهزة لرصد الأمور هذه. لا يمكن تدخل سفينة من غير ماء اتزانها، تدخل بماء الاتزان ويدخل ماء الاتزان ويفرغ في صهاريج ويسحب منه البترول. بعدين البترول هذا ثروة. يعني إذا كنا إحنا بنصدر مثلا فلنفرض 10 مليون برميل، وما عندي خبرة أنا، يعني 10 مليون برميل 1% يعني 100,000 برميل. سعر البرميل 50 دولار، هذه كم؟ 500,000 دولار في اليوم الواحد. في اليوم الواحد أحسبها في السنة، هذه ميزانية الدولة. يعني إذا لو إحنا حافظنا على الزيت ذات ماء الاتزان هذا بنحمي البيئة. لانه البترول ثلاث انواع: نوع ثقيل يترسب في القاع يقضي على حيوانات القاع، وضوع كثافته متوسطه يعلق في عمود الماء فيقتل على العوالق الموجوده في عمود الماء، ونوع اخف اللي هو الزيت يتنشر على السطح يمنع تبادل الاكسجين الجو بماء البحر ويسبب اختناق لجميع الكائنات الحيه في الاسماك. يعني احنا انا ما افهم يعني الامور هذه من بديهيات في علم البيئه والارصاد وحمايه البيئه. عارف الشيء هذا عندنا احنا مشكلتين في البيئه: مشكله وزاره المياه في مياه الصرف الصحي، ومشكله البترول من وزاره البترول. يا جماعه الخير انتم ما شاء الله تبارك الله ضعوا حل، يعني لا تعالوا على نفسكم شويه، بطلوا ضخ مياه الصرف الصحي في البحر، وأرامكو أصري على ماء الاتزان للسفن، على معالجة ماء الاتزان. أنا شفت ماء الاتزان في فرسان، في مرسى الحسيني، وشفته في تول،
وشفته بدهبان والله العظيم يا علي، عبارة عن جبال على الشواطئ المقدسة، لأنه هو مو يوم واحد، هو باستمرار باستمرار باستمرار. وهذا ممكن يقتل الحياة البحرية هناك ولا تأثير طفيف؟ بالطبع، لا لا طبعا طبعا بيقتل كل ما مر على شيء الا وبيقتله، يعني اذا الحيوانات الشاطئيه تموت، يعني حتى اذا راح على غابات المانغروف ولا نباتات الشوره اللي بنسميها نباتات الشوره، هذا بيقضي على نباتات الشوره لانه بيحجز الاكسجين عن النباتات هذه. حتى الحيوانات اللي موجوده فيها وخاصه القشريات مثل الروبيان والجمبري، هذه كلها بتتاثر تاثر بالغ وكبير، وكلها بتصير المورتاليتي ولا نسبه الموت عاليه جدا في المناطق هذه. البترول ناهيك على انه البترول يحتوي على الهيدروكربون، تحتوي على مليون مركب، مليون البترول يحتوي على مليون مركب من الهيدروكربون، وكلها معظمها هذه مواد سامه قاتله، يعني معظم أجسام مقاتلة، وإحنا عندنا خبرة يعني ممكن ما ناكل ناجل السنة الجاية مثلا؟ لا إن شاء الله ناكل بإذن الله، بس إحنا ما نبغى ننحدر بمستوى مخزوننا السمكي لدرجة كبيرة جدا للأجيال القادمة. إنما نعم دكتور، لا هو لما تحدث عن الناجل هي ممازحة، ولكن أتكلم أنا على البيئة البحرية كلها. صحيح أني أحب الناجل بس في أمور ثانية أهم. خليني بس أتوقف إذا سمحت لي مع فاصل أخير، وبعد ذلك هذه ترى ما هي بصعبة عشان الناجل بقدر ما هو بس الشاي، راح نتوقف مع فاصل الأخير ونعود لكم لنكمل هذا الملف. اهلا وسهلا بكم، لازلنا نتحدث عن البيئه البحريه والسكب، يعني زيوت حركه السيارات في بحر المنطقه الغربيه وجده تحديدا، معي الدكتور علي عشقي وهو استاذ علم البيئه بجامعه عبد العزيز. دكتور، كنا نتحدث عن مخاطر وعن كثير اشياء، لكن سبق ان طلبت تحديدا عام 2011 وعبر صحيفه عكاظ بحمايه البحر الاحمر من تلوث الصرف الصحي، ولكن مع ذلك اليوم أنت كنت تتكلم عن ناقلات بحرية، تتكلم عن صرف صحي، تتكلم اليوم وصلت المرحلة الزيوت محركات، يعني البحر أصبح مكب، يعني نفايات إذا جاز التعبير. تحدثت أنت عن أرامكو، تحدثت عن عقوبات، ولكن يعني هل مفروض أنه يكون في دور أكبر على أمانة مدينة جدة، على سلاح خفر السواحل وسلاح الحدود، على هيئة الأرصاد وحماية البيئة؟ هل العقوبات ليست رادعة على الناس ما أخذ راحتها يعني؟ شوف يا علي، البحر الأحمر دائما أكرر أقول هو عبارة عن صحراء زرقاء، نسبة الحياة فيه لا تزيد عن 2%، مثل صحراء الربع الخالي والدهناء، ال 2% هي هذا المصدر الاقتصادي لنا، إذا ما حافظنا عليه حينتهي البحر الأحمر كمصدر اقتصادي. مصادر التلوث في البحر الأحمر 3 نقاط: الصرف الصحي، ومع الاتزان السفن الزيوت، والتجريف والحفر والردم في الشعاب المرجانية. أنا إلى الآن السيناريو لم يتوقف يوم واحد، لا الصرف الصحي وقف ضخه في البحر، ولا مع الاتزان وقف، ولا التجريف والحفر والردم وقف. لذلك أنا أتوقع للبحر الأحمر أنه بعد فترة وليست بعيدة سيتحول إلى البحر الميت. أنا بقول دائما للأرصاد وحماية البيئة، إذا ما فعلت نظام الصادر عن مجلس الوزراء في حماية البيئة، لا يمكن أبدا أنه يكون مصدر حماية، يكون هناك مصدر حماية للبحر الأحمر. يعني إذا من أمن العقاب أساء الأدب، الناس اللي بتسعى فسادا في البيئة لا بد أن يتوقف، كل واحد يمسك معول ويحفر في البحر المفروض يعاقب ويزجبه في السجن. وزارة المياه والشركة الوطنية للمياه والمياه الصرف الصحي التي تضخ في البحر والتي عادة ما ينكروها، وياريتهم صادقين. يعني الحفر والتجريف بطريقة يعني لا يمكن يكون لهم. انت عارف علي انه البحر، جميع البحار في الدنيا لها حرم 500 متر، نص كيلو بعيد عن البحر، منطقة محرمة لأي مشاريع تقام فيها.
ما عدا المرافق الحكومية زي المواني وخفر السواحل، لكن تشوف البحر الأحمر، الواجهة البحرية في البحر الأحمر كلها مغلقة بحجج الاستثمار. هذا كلام غير معقول يا أخي. سوي الاستثمار بعيد عن الحمر. والبحر الأحمر بدأ القتل البحر الأحمر في الثمانينات عندما بدأ الفارسي بردم البحر بما يسمى بالكورنيش. ما في دولة في العالم ممكن أي إنسان يتجرأ إنه يفتح طريق داخل البحر، مستحيل الشيء هذا. لكن عندنا في البحر الأحمر أصبح كل شيء جائز. وبعدين في نقطة ثانية، يعني أفرض إن نحن عندنا مشاريع استثمارية على البحر، بنزرع الناجل، بنزرع الجمبري، بنزرع الروبيان، بنزرع اللؤلؤ، وإحنا الآن ما عندنا مشاريع زي كده إلا قليل. وجات الزيت مع الاتزان هذا على المزارع هذه، مين اللي يتحمل الخسارة الفادحة هذه؟ احنا المفروض انه الارصاد وحمايه البيئه يكون عندها استراتيجيه واضحه في الشيء هذا. وانا اطالب الدوله انها تفعل النظام وتدي الارصاد وحمايه البيئه السلطه اللي بيدوها لاي جهه حكوميه ثانيه، انه يكون في شرطه بيئيه. من غير الشيء هذا لا يمكن ان نحمي بيئتنا. انت شوف الامراض المنتشره عندنا، شوف الفشل الكلوي، وشوف السكري، وشوف السرطان، يعني إصابات تجاوزت الخطوط الحمراء، كل مرده إلى التلوث. لا أحد يقول لك، والله العظيم كل مرده إلى التلوث. ليه البلاد النظيفة ما بتعاني من الشيء اللي بنعاني منه إحنا؟ لأن عندنا معدلات التلوث منخفضة تحت الخطوط الحمراء، إحنا متجاوز الخطوط الحمراء. يعني أنا يعني ماني فاهم. بعدين إحنا ما شاء الله الأرصاد وحماية البيئة فيها خبراء وفيها أساتذة. إيه بس أنا حسب ما قرأت، لأن العقوبات في القانون الجديد اللي سنته حيث أرسل الكتاب الكبير هذا، أن العقوبات يعني رادعة، يعني رادعة جدا. لما تطبق المفروض عمل. ولكن في مشكلة أخرى، يعني بعد الإصدار صار في خلافات بين وزارة البترول وهيئة الأرصاد وحماية البيئة. يعني هل يحق يعني تفضل. شوف الجهات المنوط لها بحماية البيئة سلطتها أقوى من سلطة أي جهة حكومية أخرى. المفروض سلطتها يكون لها اليد العليا على أرامكو، ويكون لها اليد العليا على وزارة المياه وعلى أي وزارة، لأن هي المعنية بالبيئة. والبيئة يا علي أمن وطني. البيئة أمن وطني. البيئة مقسمة لجزئين، الجزء الحي اللي احنا في منظومته، والجزء غير الحي اللي احنا معتمدين عليه. اذا احنا دمرنا ده احنا ما حنعيش، لا يمكن نعيش ابدا. فالمفروض النظام يفعل. بالعكس انا بطالب اكثر من كده، انا طالب انه النظام هذا يرقى ويعمل له ابديت جديد ويتطور اسوة. يا اخي طبق نظام الاي بي اي، يعني طبقوا القوانين البيئية لمنظمة حماية البيئة الأمريكية أو الأوروبية. النظام الـ ABA على ماذا يعتمد يعني؟ الـ Environmental Protection. شوف الشركات كلها في أمريكا، الشركات كلها في أمريكا والمصانع كلها، وبالذات المصافي حقت البترول، الـ ABA حاطة شروط معينة ومواصفات معينة. حتى في المعامل حقت الطلبة من ريحة الفورمالين في المعامل كليات الطب حتى مواصفات معينة. لو أي شركة أو أي مصنع أو أي جامعة أو أي كلية تجاوزت الحدود هذه تقفل المنشأة كلها، تقفل عندهم. هم جهة تنفيذية، هم جهة تشريعية وجهة تنفيذية. المفروض إنه إذا بدنا نحمي البيئة لابد إنه كل الأرصاد وحماية البيئة التشريع والتنفيذ. شكرا لك دكتور علي عشقي، استاذ علم البيئه، كان معنا من استديوهاتنا في جده، دائما مهموم بالبيئه. اتمنى ان يصل صوتك يعني، واتمنى من الجهات المعنيه التفاعل، لانه الثروه البيئيه سواء الثروه السمكيه البحريه بشكل اشمل البريه، يعني ثروه وطنيه مهمه تستحق الاهتمام. يعني المساله ليست ترف. قبل ان ننهي الحقيقه، احنا بدينا موضوعنا ب الاتصال الهاتفي مع نائب القنصل السعودي عبد الله الخالدي، وكان معنا تليفونين الحمد لله طمنا عليه، وكان معنا الدكتور انور عشقي. واليوم الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله طبعا قلد عبد الله الخالدي وسام الملك عبد العزيز، وايضا
أهدى له منزل له ولأسرته. وكان يوم أمس استقبال حافل من ولي العهد الأمير محمد بن نايف ونائب وزير الخارجية الأمير عبد العزيز بن عبد الله وأيضا وزير الدفاع وزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي الأمير محمد بن سلمان، كانوا في مقدمة مستقبلي عبد الله الخالدي، كان شيء لفتة إنسانية رائعة ويستحقها بالعكس. امتدادا لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز واحتضانه للنائب القنصل عبد الله الخالدي، صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز يدعم نائب القنصل عبد الله الخالدي بنصف مليون ريال من الوليد بن طلال بن عبد العزيز إلى نائب القنصل عبد الله الخالدي، عبر عنها وكتبها أيضا على حسابه في تويتر: يستاهل عبد الله الخالدي، وشكرا من الأعماق الأمير الوليد بن طلال، وشكرا لكل من ساعد عبد الله الخالدي الذي أمضى 1066 يوم مختطفا وهو كان في مهمة وطنية من خلال عمله في السفارة السعودية في اليمن في عدن تحديدا في القنصلية هناك. شكرا لكم أنتم لأنكم تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في أهلا. ألقاكم غدا في أمان الله. انهم يحتاجوا مسحوق اكثر عشان يوصلوا لقمة البياض. حيبدا التحدي. ام فيصل هتغسل القميص بمكيال واحد من تاج الجديد بالحلقات البرتقالية، ام عبد الكريم بمكيالين من مسحوق. الفرق واضح، تاج الجديد يوصلك لقمة البياض، ما هي للنظافة نص 100% بياض تاج بدون مسحوق زيادة.